رايك في تعاقد الاهلي مع محمد صبحي حارس فاركو الحالي والزمالك السابق؟ هو انا شايف ان الاهلي مش محتاج يتعاقد مع محمد صبحي، ان الاهلي عنده ثلاث حراس بسم الله ما شاء الله عليهم، عنده محمد الشناوي احسن حارس في افريقيا، حتى لو مستواه في تراجع بس ده طبيعي انه بقاله سنتين او ثلاث سنين مستوى ثابت بسم الله ما شاء الله عليه. والبديل بتاعه عند علي لطفي، هو لعب اخر فتره والحمد لله بان ان اداؤه كويس جدا، ومصطفى شوبير برده ناشئ بس كويس برده مستواه كويس. والله انا شايف ان هو صفقه كويسه، ومحمد صبحي من حراس الشباب اللي هم منتزين، وانا شايف هو كويس بصراحه. والله محمد صبحي حارس كبير، ومحمد صبحي باين مستواه العالي في ماتش المغرب لما في اثناء الاصابات بتاعت حراسه المرمى في ماتش المغرب ثبت وجوده الحقيقه، وحارس متميز جدا محمد صبحي، ومن من كوادر حراس المرمى الناجحه يعني. تعاقد فاشل ما يصلحش في الاهلي. الاهلي عنده حراس كويسه، مستقبل الاهلي حراسه كويسه. هو لو هياخد فرصه يبقى ده تعاقد كويس، لكن هو هيجي يقعد دكه زي مصطفى شوبير، انا واحد اهلاوي ومتابع كويس، انا مش شايف ان هو في فرق كبير ما بينه وما بين مصطفى شوبير. حارس احنا شفناه امبارح عمل ماتش عالمي باستثناء كوره، دي عادي مش مشكله، لكن محمد صبحي لو هيجي يقعد للشناوي زي علي لطفي زي مصطفى شوبير يبقى بلاش، ادفع 25 مليون في لاعب من فاركو واسمها صفقه جماهيريه ويقعد على الدكه مش استفاد منه في حاجه، يبقى ايه فائده الصفقه؟ موافق على حاجه زي كده؟ اكيد طبعا. لو تم التعاقد معاه شايف ان هو ممكن يبقى بديل للشناوي ولا اساسي في الفريق؟ هو لو تم التعاقد معاه اكيد في حد من الاثنين هيمشي، علي لطفي او شوبير، هو اكيد هيبقى احتياطي للشناوي مش هيبقى اساسي على الشناوي خالص، ان هو ما عندوش نفس خبره الشناوي اكيد. هو في الوقت الحالي ممكن، بس انا برضو علي لطفي بصراحه حارس ممتاز جدا، ومحمد صبحي من الحراس الجيدين اللي هم في المستقبل هيفيدوا الاهلي بنسبه كبيره يعني. لمحمد الشناوي، هو الشناوي دلوقتي يعتبر اقوى جول كيبر في افريقيا، لكن يعني العمليه ستيب باي ستيب، يعني هو خطوه بخطوه ممكن يبقى ممكن يعدي الشناوي، يعني ممكن يبقى حارس اساسي. صعب. علي لطفي كويس، وفي اشبال طالعه كويسه، في علاء حمزه وفي مصطفى شوبير الاثنين كويسين حاليا. مستوى الشناوي بصراحه ما يطمنش يعني، هو لو هيبقى موجود وهيأدي بنفس المستوى بتاع فاركو ونفس الثقه اللي هو بيتعامل بيها في كل الكرات اللي بتوصل عليه وبيلعب برجله كويس، ودي يعني دي ضعف عند الشناوي، مش عارف بقاله فتره ما بيطوراش حته انه يلعب برجله، ودي مميزه عند محمد صبحي، فاعتقد انه هيكون له فرصه كبيره في ظل انه مستوى الشناوي متذبذب الفتره الاخيره يعني. لا يبقى اساسي يعني، الشناوي مؤخرا مستواه بيقل جدا كمان، ما عندوش حتى يعني سرعه البديهه زي الاول، ما عندوش اي حاجه يقدر يقدمها للنادي زي زمان بالظبط يعني، نقدر نقول مثلا مستواه اقل كتير جدا. طيب ايه رايك في اداء مصطفى شوبير، وهل انت مع اعارته ولا استمراره في الموسم الجديد؟ بص، هو اداؤه في اخر في الماتش اللي لعبه في الدوري من فتره كان كويس جدا، والماتش بتاع امبارح برده كان كويس جدا، بس الماتش امبارح بتاع الاسماعيلي كان كويس جدا بسم الله ما شاء الله عليه. انا شايف ان هو يطلع اعاره سنه ويرجع تاني على الاهلي على طول، ان هو يطلع بس اعاره ياخد يلعب في الدوري وياخد خبره الدوري بس مش اكتر. شكرا جدا. لا انا مرايي ان مصطفى شوبير يطلع اعاره، لان احنا نستفاد منه بعدين، مصطفى شوبير من الحراس الجيدين وفي المستقبل هينفع النادي الاهلي جامد. اعاره مصطفى شوبير بره مصر زياده خبره، وده كان راي الكابتن عصام الحضري ان هو يطلع اعاره لنادي تاني وبعد كده يرجع النادي الاهلي، ده هيبقى زياده اكتر لخبرته. مصطفى شوبير جون كبير وبرده يعني مستقبل كويس لحراسه المرمى في النادي الاهلي، فوجود صبحي مع شوبير بالاضافه لمحمد الشناوي دي ده بي ده ده ده, بي ده ده طبعا بي يعني بيدي بيدي بي بي يعني ده بيقوي حراسه المرمى جوه النادي الاهلي، لان صبحي وشوبير مستقبل افضل لحراسه المرمى داخل النادي الاهلي. لا انا مع ارتو لمده السنه، لانه هو ولد يجي منه وحارس مرمى هيبقى كبير جدا بره ابوه بقى يعني، بره والده احمد شوبير هو حارس مرمى هيبقى كويس ومستقبل النادي الاهلي. عارضه طبعا حارس موهوب عنده امكانيات كبيره جدا، فشايف ان هو الفتره اللي جايه لو طلع عارف نادي يكون كويس، بس اهم حاجه انه ياخد فرصه يعني. شفنا اللاعب اللي هو شادي لاعب الناشئ اللي راح لسيراميكا ما لعبش، فلو هو ياخد فرصه ما فيش مشكله، لكن يطلع بره يقعد على الدكه في فرقه ثانيه يبقى ايه فايدتها برضه؟ لا مش عايز يستمر بصراحه يعني، مش شايف ان هو يستمر. يعني ده من ساعه ما دخل ما فيش اي جديد خالص حصل، بالعكس ده في اسوء، في إلا بتحصل في النادي مش أجدد خالص.